نروح للتقييمات والبداية مع فيوتشر صاحب الأرض. جنش. جنش 8.5. ماشي. علي الفيل. 8. ماشي. عمر كمال عبد الواحد. 8. ماتش كويسة بصراحة. مهند لاشين. 8. كله تمانيات. ناصر منس ناصر ماهر. 5. نقيت عليهم. ما تبقاش متسرع. انت متسرع قوي. ما تسرع انت قوي. ماشي. احمد رفعت. 3. ده انا اتسرعت قوي قوي قوي. انا يعني في اسباب لل في اسباب لثلاثه ولا؟ لا في اسباب كمان للفرق يعني في 6 دي المجموعة الدفاعية. الدفاعية اللي شالوا العبء الدفاعي المنظم جدا اللي اتعمل في المباراة، فدول ليهم درجة عالية يعني. ماشي. أحمد عاطف. أحمد عاطف. أيوه. 5. 5. ماشي. علي ماهر، كابتن علي ماهر مدير فني. 8. 8. نروح للأهلي. محمد الشناوي لم يختبر. اه طبعا وفي كره راحت له، مش هنديله حاجه خالص يعني. افتعل فرصه مثلا. لا لم يختبر يبقى هياخد 10 من 10. لا ازاي يعني واحد بيتشمس في الجون. حظك بقى الشناوي. انت بتعمل ايه؟ اكبر دافعين جامدين. انا اعمل لك ايه؟ علي معلول. 8. ماشي. عبد المنعم. 6.5. ياسر ابراهيم. 7. محمد هاني. 7.5. خايف اقول ان احنا بنطلع بالارقام ننزل تاني. مروان عطيه. ما تستعجلش. مروان عطيه. 6.5. نزلنا تاني، كان عندي احساس. اليو ديانج. 7. قندوسي. 6. كهربا. 3. حاجة عايز تقول ليه ولا؟ أصل هتدي رقم يعني قليل يستدعي إن أنا أسأل. فرص قليلة جدا وضاعت. تصرف وقرارات في الصندوق غلط. التحامات يقع. مفيش تهديد حقيقي منه يعني. فرصة ضربة راس يعني المفروض انها تبقى فرصة حقيقية بتهديف في ماتش زي ده فوق العارضة بكتير يعني. طب انا يعني انا اعمل ايه يعني؟ لا خلاص فهمت الشيطان. هنعمل ايه اكتر؟ اللي بعده حسين الشحات. 5. ده حسين الشحات 5 نصهم تحركات. ماشي. نص الخمسة تحرك يعني. ماشي. بيرسي تاو. 7. ماشي. بعده قفشة. 5.5. 5.5. ماشي. اللي بعده طاهر. ما بلاش بقى. طاهر. 2. ما بلاش دي، حسيت ان جاي بعديها 0. انا عايز بس طاهر يهدى شويه. ما تبقاش كل مستعجل يعني. مش ريلاكس في الملعب. مش مستمتع بالكوره. زي ما يكون بيتخانق يعني. وبعدين واضح ان هو عايز يعمل حاجه ومش قادر يعملها، فعشان كده بيبقى رد فعله حتى كمان بيبقى يعني زعلان جدا، ان حتى الميس باس بيبقى زعلان قوي عليها يعني. بعده كريستو. كريستو استنى بقى عشان دقيقة واحدة. 5. 5. واخيرا انا اديته 9/10 عشان المؤتمر الصحفي، عشان انا عايز المدرب بحب قوي المدرب اللي يبقى
يعني يقول لي الماتش بمنتهى البساطة وبوضوح. هو قال الماتش،